السلام عليكم اختي. عليكم السلام، كيفك؟ ان شاء الله والله الحمد لله كويسه. انت من زمان احنا ما شفنا من ايام الثوره. اي سعودات انت؟ انت كمان انت عم تضحك على حالك. حكنا على حالك. فكرنا انه كانت ثورات مزبوطة، بس طلع كله كذب ونفاء، كله يعني شيء بخليك ما معش تعرف بدك تفكر شو بدك تقول. سرقوها الثورة. سرقوها عشان اللي كانوا عم بيعملوا ثورة زهر ما كانوا واعيين كثير، ما كانوا ناس اللي بقى عشان اللي بده يعمل ثورة بده يكون عامل بروجرام شو بده يعمل. نعم. مش جاي والله بده ينزل الرئيس الجمهورية مش عارف مين وهو مش عارف حاله شو بده يعمل. نعم. اوف كورس بده يسرقوا لك اياها للثورة. انا كنت شفته في السفارة الليبية مع الاخوان الليبيين. ايه كله مع الكل. شفتي حال ليبيا اليوم؟ يا ما احلى ايام القذافي الزاهر. يا محلى يعني، ومصر يعني كمان يا محلى ايام مبارك. وشوف كمان تونس يا محلى ايام هيدا. كيف ما كان الناس يعني كانوا عايشين شوي مرتاحين. نعم. يعني اوكي ما كانوش، بس كان عندهم بيس اند كوايت. نعم. يوم شو عندهم؟ اخوان جديد.